السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، نرحب فيكم طبعا في حلقة جديدة من مسا الإمارات وعبر قناتكم قناة الظفرة، ورحب فيك عبير في بداية الأسبوع. مساء الخير عبد الله، مساكم خير مشاهدينا في حلقة جديدة من مسا الإمارات. طبعا مثل عادة عندنا مواضيع كثيرة ومتنوعة، نبدأها بالحديث عن إنجاز جديد لدولتنا الحبيبة، حيث اختير سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي يشارك في أول مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة وكالة الفضاء الأمريكية. أكيد نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ورحلة طويلة الأمد يعني ستة أشهر يعني فترة ليست أنا بسيطة. أنا تميت أفكر ستة أشهر شو بيسوي فيهم في خلال ستة أكيد أشهر طبعاً. لا شو أكيد هم طبعا جاهزين لأن هلا ستة أشهر لهم جدول ولهم يعني عمل خاص لابد أن ينجزونه، فنتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. نتمنى التوفيق ورد بالسلامة لبلاد وهلا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله مشاهدينا، أيضا في حلقتنا لليوم بنتحدث عن موضوع وهو متصدر العناوين الصحافة العالمية الآن، وهو حرائق أوروبا والمخاطر اللي تنتج عن هذه الحرائق على حياة الناس وأيضا في العالم ككل. طبعا الارتفاع درجات الحرارة عبير في الفترة في الآونة الأخيرة في أوروبا مع الاحتباس الحراري والأحداث المناخية اللي تحصل هذا أثره جدا أصبح سلبي، وخصوصا أوروبا مش متعودين على مثل هاي الحرارة، ففي وفيات وفي مشاكل كثيرة عندهم، وأكيد إن شاء الله اليوم نأخذها كل ما نسمع حدايث يعني الحرائق اللي تصير هناك نستغرب إن نحن كيف متحملين الحر اللي هني. ربك سبحانه وتعالى أعطانا يعني مناخ أو بيئة نقدر نقول بيئة تتحمل هذه الأعوام. الحمد لله. إن شاء الله. عندنا موضوع ثاني عبد الله يهم الكثير وسؤال نحن نحاول نعرف إجابته، يعني وهو زوجات اليوم هل يفضلنا الأنوثة على الأمومة؟ أعتقد هذا الموضوع لابد أن يكون فيه توازن. أنا أحس أن الأمومة الحين ما يعني الأم تقدر تحافظ على أنوثتها وحتى لو كان عندها درزن عيال. نعم. ما يخصها يعني. يصير تروم يعني. يكون فيه توازن. أزين هل تشوفين هالموضوع في بمعونة الرجل أو ما يحتاج تدخل؟ سؤال صعب. إيه صعب شوية. شباب ما حد يبي يدخل. لازم يكون في معونة الرجل يعني بروحه ما تقدر تسوي كل شيء. نحن أكيد طبعًا يعني أيضًا هالموضوع بناخذ تفاصيله وبنعرف إن كيف يتم توجيه الأم لأنها تحافظ على المستويين سواء الطفولة والأنوثة. أيضًا. نعم. مشاهدينا أيضًا بنبدأ الحلقة اليوم مع مسا الإمارات، الحديث عن إنجاز جديد لدولة الإمارات الحبيبة، وهو اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي يشارك في أول مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك ضمن بعثة وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وسبيس إكس وكرو 6 واللي تنطلق في ربيع عام 2023 مدتها ستة أشهر. بيكون النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد في محطة الفضاء الدولية. وبمناسبة هذا الإنجاز أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن دولة الإمارات تسعى بخطى حثيثة وطموحة لترسيخ مكانتها في مجال الفضاء بإرادة أبنائها وهمتهم وطموحهم الذي لا يعرف المستحيل. وأما ما نقلته وسائل التواصل الاجتماعي على كلام الشيوخ طبعا أصحاب السمو على تويتر، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: نبارك لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي يمضي ست أشهر في محطة الفضاء الدولية، وذلك ضمن مهمة الوكالة الأمريكية ناسا ولتنطلق ربيع 2023. أشار سموه أيضا إلى أن هذه مهمة تضع الإمارات الدولة 11 عالميا ولترسل روادها في مهمة طويلة الأمد للفضاء، خطوة نوعية طموحة تجسد قدراتنا لأبناء وإمكانياته. من جانبه كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تويتر: من بين مجموعة من رواد الفضاء الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء تم اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة طويلة تستغرق ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل بإذن الله. شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء حيث ما كان ومكانة دولة الإمارات المستحقة. وللحديث عن هذا الإنجاز المهم ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذ علي محمد الشحي مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء. مساك الله بالخير أستاذ. مساكم الله بالخير، حياكم الله. الله يحييك يا رب يمجيك. حياك الله أستاذ علي، إيش حالك؟ بخير؟ بخير الله يطول عمرك. ويا هالأخبار الطيبة طبعا نحن نتونس فيكم وأكيد نستبشر خير دائما بجهود دولة الإمارات وجهود أبناء دولة الإمارات. وفي البداية نحن أستاذي لو تحدثنا عن أهمية هذا الإنجاز لدولتنا في الآونة الحالية خصوصا بعد خروجنا من الأزمة ومن جائحة كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نحن شاكرين لكم دعمكم المستمر. الله يحفظك يا رب، واجب طال عمرك. اسمحوا لي في البداية أن أبارك لأخي رائد الفضاء سلطان نيادي هذا الاختيار الذي صادف أهله. هذا الإنجاز يجسد قدرات أبناء الإمارات، إمكانيات العالمية في هذا المجال.
هاي المهمة مثل ما ذكرتوا في تقريركم كرو 6 طبعا ستجعل الإمارات الدولة 11 عالميا في هذا النوع من المهام. هاي تعد خطوة كبيرة لبرنامجنا الوطني للفضاء الذي يدار من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء، برنامج طويل الأمد. طبعا شاركنا في البداية بأخوي رائد فضاء هزاع، والحين بيكمل المشوار إن شاء الله أخوي سلطان، وبإذن الله تعالى إن شاء الله نعدكم بالكثير قادم برنامج كبير وبرنامج طويل الأمد إن شاء الله، وبتشوفون إن شاء الله الأفضل قادم بإذن الله. موفقين يا رب. أستاذ علي، نبغي معلومات أكثر عن هذه الرحلة، لو تخبرنا بالتفاصيلها. طبعا رائد الفضاء سلطان نيادي خاض تدريبات مكثفة لسنوات حتى حصل على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء ما شاء الله، التابع لوكالة ناسا، ليتأهل لتمثيل دولة الإمارات في هاي المهمة التاريخية. طبعا انتم تحدثتوا عن الست شهور، مدة طويلة بيتم فيها سلطان في المحطة الدولية، لكن سلطان خاض تجارب وتدريبات كثيرة لسنوات. كانت في البداية مشاركته مع أخوي هزاع في المهمة الأولى، واستكملت هذه مع ناسا الآن في مهمة كرو 6. هاي المهمة ستنطلق في ربيع 2023 لمدة 6 شهور على متن محطة الفضاء الدولية، وراح تمكننا من إجراء تجارب طويلة الأمد. طبعا هاي بتعود إن شاء الله بنتائج دقيقة وقيمة للعالم في مجال الأبحاث والتطوير، هي ليست فقط لدولة الإمارات، ولكن نحن الآن أصبحنا نشارك في محافل دولية، هذه مهمة عالمية بالنسبة لنا في إقليميا تعد ممكن هي نحن الإمارات الدولة ذات السبق، ولكن اليوم هي مهمة عالمية نستبشر فيها خير إن شاء الله. في 6 شهور بيكون في أخوي سلطان في المحطة الدولية للقيام والمشاركة مع رواد الفضاء الآخرين من الدول الأخرى في مجال الأبحاث والتطوير لتعم الفائدة إن شاء الله للعالم. طيب أكيد أستاذ علي، طبعا نحن نتكلم عن الفضاء واللي أخذ حيز كبير جدا من اهتمام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأيضا من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. نتحدث اليوم عن هذا التوجه لدعم هذا القطاع بشكل كبير، وأيضا نريد أن نعرف ما وقع على السوق الإماراتي وعلى القطاعات المختلفة في دولة الإمارات عندما أعلنت هذه الأخبار وتمكنت الإمارات نعم من تحقيق الهدف والآن إلى هدف جديد. طبعا في البداية اسمحوا لي عبر منبركم الإعلامي أن أتوجه بالشكر الجزيل لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، دعم دائم، دعم لا محدود لهذا القطاع نحن نحسد عليه، وهذا يجسد الرؤية والبعد الإقليمي والعالمي لترسيخ دور الدولة الفاعل والنشط في المحافل العالمية في هذا المجال. نحن الآن وصلنا لبعد كبير ولمجالات كبيرة في هذا القطاع، ولكن الدعم اللامحدود اللي يلقاه القطاع يشجعنا ويأهلنا إن شاء الله بإذن الله في جميع المؤسسات في هذا القطاع في الدولة أن نصل إلى مشاركات عالمية تعود بالنفع للعالم، وأيضا تجسد الرؤية البعيدة اللي تطمح فيها الدولة أن نحن نكون فعالين في هاي القطاعات وفي هاي المجالات. نعم. مؤخرا تم تأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء أيضا برأس مال تقريبا كان 3 مليارات درهم، كما أطلق برنامج وطني لتطوير الأقمار الصناعية الرادارية الحديثة اللي هو سرب. كيف تشوف اليوم مستقبل هذا القطاع في الإمارات؟ طبعا أنتوا عارفين أن المجال هذا مجال كبير، والدولة لا تبخل في دعم القطاع هذا. نحن بفضل الله ورعايته ورعاية قادتنا ومسؤولينا، هدفنا الآن بات أبعد من بلوغ الفضاء. أصبحنا نركز وتركيزنا ينصب على بناء قدرات وطنية إماراتية على المدى البعيد لتجهيزهم لمشاركات عالمية تتيح لنا تقديم معارف للبشرية والاستفادة من هذه القدرات لتحقيق الاستدامة في الفضاء. جهود جبارة يقوم بها كثير من المؤسسات في الدولة،
إن كانت وكالة الفضاء والمراكز المختلفة في الدولة، الجهات الحكومية، القطاع الخاص. نحن إن شاء الله نطمح أن يكون هذا التجمع يصل بالدولة إلى محافل عالمية إن شاء الله بإذن الله في هذا المجال. أكيد أكيد. أستاذ علي، هل نتوقع مردود علمي محدد أو هدف محدد من هذه الرحلة؟ هي طبعا الأبحاث مشتركة لجميع المشاركين ورواد الفضاء، هاي تم وضع لها خطة إن شاء الله. ونحن في أشياء خاصة فينا طالعة من طبعا البرنامج الوطني رواد الفضاء من مركز محمد بن راشد. وأيضا ندعم أيضا بوجود أخوي سلطان مع رواد الفضاء الآخرين، اللي هو الخطة العامة للاستفادة القصوى من الأبحاث. طبعاً الأبحاث في المحطة الدولية ترد بالفائدة بقطاعات كثيرة ومختلفة. هذه طبعاً قيد دراسات ومشاركات الإخوان هذين شاركوا فيها من فترة طويلة، وبإذن الله تعالى إن شاء الله بترد بمردود للدولة وللقطاع وللعالم بشكل عام بإذن الله. بإذن الله. نتمنى ذلك. الأستاذ علي محمد الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، كل الشكر لك على مشاركتك ويانا في مساء الإمارات. العفو، لا شكر. الله يحفظكم، الله يحفظكم يا رب إن شاء الله. أكيد طبعا نتمنى التوفيق للرحلة ككل، ونتمنى التوفيق طبعا لولدنا سلطان النيادي، وأيضا أن تكون، نحن كنا نتكلم على 6 أشهر، يعني واضح هي 6 أشهر من العلم والنور بإذن الله. صح. هي تعود إن شاء الله. قبل فاصل سألتني لو سرتي الفضاء 6 شهور شو بتسوين هناك؟ قلت لي بتأخذ، قالت لي بتأخذ شيبس. أهم شيء شيبس وشوكولات. زين عائل مشاهدينا، نحن بنروح فاصل ورد لكم إن شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا في حلقتنا لليوم من مساء الإمارات. بنتحدث الحين عن موضوع يتصدر عناوين الصحافة العالمية، وهو حرائق أوروبا، حيث أن تحتاج معظم بلدان القارة الأوروبية منذ نحو 2 أسبوع موجات حرارة غير معهودة تزيد على 40 درجة مئوية، يرافقها اندلاع حرائق واسعة في الغابات وحتى في ضواحي المدن والمناطق السكنية، ما تسبب في تسجيل مئات الوفيات بين مواطني تلك الدول. الآن بنذهب مع زميلتنا مروة لتحدثنا أكثر عن هذه الحرائق وما أسبابها وأيضا الخسائر اللي موجودة فيها. حياك الله يا مروة. مساكم ورد ومساكم سعادة عبد الله وعبير، ومساكم ورد مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا. فعلا لو تحدثنا عن الأسباب، فدوما نقول بأن الاحتباس الحراري الناتج عن التلوث وارتفاع أيضا نسبة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي الأسباب هذه، واللي شدت وزادت من خلونا نقول درجات الحرارة واشتداد هذه الوتيرة في أوروبا وخاصة بريطانيا. ولكن هناك فعلا العديد من الخسائر بنعددها الليلة ويا بعض. الخسائر التي سببتها وما زالت تسببها هذه الحرائق جعلت السلطات تحذر في عدد من الدول من خطر ارتفاع درجات الحرارة على حياة الناس، بداية من ألمانيا وحتى المملكة المتحدة. أما الخبراء فيرون أن استمرار درجة الحرارة قد تضر باقتصاد العالم إلى جانب تداعيات تلك الموجة على البيئة. الآن سنستعرض ويا بعض بعض مؤشرات موجة الحر ومتسببه من حرائق. بداية، موجة حر تضرب جنوب غرب أوروبا والحرارة تتعدى 40 درجة. ثانيا، بحسب خبراء فإن السنوات 9 الماضية من بين أكثر 10 سنوات سخونة في أوروبا. يؤكد خبراء أن ألمانيا تتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ عام 1766 مع ارتفاع في درجات الحرارة. في جنوب غرب فرنسا غطى الدخان حوالي 11,000 هكتار من الغابات، ووضعت 15 منطقة في غرب فرنسا في أعلى درجة تأهب. وفي غابات إسبانيا 20 حريقاً خارج نطاق السيطرة، ودمرت الحرائق حوالي 4,400 هكتار من الأراضي هذا الأسبوع. وفي البرتغال الحرائق مستمرة. سادساً، في المملكة المتحدة أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أول تنبيه أحمر من الحرارة الشديدة، محذرة من خطر على الحياة.
أكيد هناك العديد من الأسباب والخسائر أيضا في أوروبا وغيرها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه عبد الله وعبير، لماذا الشرقيون يتحملون الحرارة وهناك قتلى بسبب ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا؟ هذا السؤال اللي طرحته على عبد الله في البداية. يعطيك العافية. هذا السؤال قلت لك ليش نحن متحملين الحرارة عبد الله هني؟ أكيد طبعا نحن يمكن ذكرنا تكلمنا عن الموضوع ونحن قلنا البيئة، وأيضا هذا الأمر ليس جديد علينا في دولة الإمارات، لذلك أيضا في إفريقيا يعني ترين درجات حرارة عالية جدا، ولكن لا تتأثر المناطق ولا يتأثر الناس بشكل كبير، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى معطيات. أما في أوروبا مع الاحتباس الحراري والتحول السريع هذا أثر بشكل كبير عليهم، ونحن ما ناخذ هذا الموضوع بشكل مفصل وبشكل علمي. نشكرك يا مروة، يعطيكم العافية. شكرا لك مروة، ما قصرتي. مشاهدينا أيضا للحديث عن المخاطر التي تتعرض لها أوروبا نتيجة موجة الحر وحرائق الغابات وأيضا أثر ذلك على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد العالمي، نرحب بضيفنا عبر الزوم الاستشاري في الأمراض الباطنية الدكتور هشام جاد. حياك الله دكتور هشام. أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يحييك ويعافيك إن شاء الله. وأيضا الله يسلمك يا رب. نرحب أيضا عبر الهاتف معنا رئيس وحدة الدراسات العلمية في المعهد العالمي للتجديد العربي الدكتور داود حسن كاظم. حياك الله دكتور. حياكم الله. يا أهلا ومرحبا بك. الله يحميك يا رب إن شاء الله دكتور. نبدأ مع دكتور هشام عبير ولا؟ نبدأ معك دكتور هشام، يعني شو هي خطورة موجة الحر اللي تجتاح معظم أوروبا على الصحة؟ الحرارة دايما بحب أقدم مقدمة مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى عطى الإنسان حاجة اسمها هايبوثالامس، ده جزء من البرين في المخ، جزء في المخ هو بيقدر يسيطر على درجات الحرارة المتغيرة. معنى إيه؟ يعني أنا ممكن أتحمل كبني آدم، أقدر أتحمل حرارة جسمي أنا قد تصل لأربعين درجة مئوية. لو تعدت الأربعين بيحصل خلل في هذا الجهاز اللي هو الهايبوثالامس، بالتالي تحصل مشاكل وتداعيات كتيرة جدا في الجسم، في حالة الجسم نفسه. فممكن أتعرض لبرد، ممكن أتعرض لحر. مين اللي بيظبط بنسميه زي الترموستات في البادي في الجسم نفسه؟ هو الهايبوثالامس. كل ده في حال إن الحرارة تقريبا في حدود الأربعين. طيب لو حصل تعدي درجات الحرارة أكتر من كده، للأسف الشديد بيحصل تداعيات كتير جدا على الصحة. طبعا من ضمنها لو إحنا أعطينا، لو أعطينا أمثلة يعني مثلا نسميها ضربة شمس. نعم، ضربة الشمس هي درجة، هي نوع أو بدرجة من درجات عدم تحمل درجات الحرارة العالية. نعم. بيحصل خلالها طبعاً تعرق شديد جداً، بيفقد الجسم، وهي دي النقطة الأساسية اللي في الموضوع، بيفقد الجسم المعادن الرئيسية وأهمها اللي احنا عارفينه اللي هو الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم، بيحصل الثلاثة بيحصل فيهم خلل. قد يؤدي للأسف الشديد بعض حالات الإغماء. فدي من ضمن من أكد الأسباب اللي بيحصل أو من أكد المشاكل المتعلقة بالتعرض لدرجات الحرارة العالية. نعم. طبعاً المشكلة الرئيسية إن إحنا بنتجنب هذا الكلام قدر الاستطاعة، بإن إحنا على قد ما نقدر نتجنب درجات الحرارة المباشرة. وأتوقع هنا في البلد الكريمة أثناء مثلاً لما تكون الحرارة عالية بيمنعوا الدوام في درجة في الخارج في ما بين فترة الظهر للعصر من حدود الساعة 12 فما فوق، فترة من 3 ساعات تقريباً يمنعوا فيها الدوام تماما بالنسبه للعمال او الناس اللي هم بيشتغلوا في المناطق الخارجيه خارج المباني. طيب دكتور هشام، بناخذ ايضا الراي يمكن على الاثر على البيئه، ومن ثم نستفيض في الحديث عن الاثر على صحه الانسان. معنا دكتور داود، يعني موجه الحر والحرائق تجتاح اوروبا بشكل كبير الان، فتداعيات هذا على البيئه بشكل عام وايضا تلك الادخنه والحراره التي تنبعث الان من الارض اثر ايضا على الاحتباس الحراري في العالم. نعم، في الحقيقه ان التشجير عموما هو واحدة من الحلول اللي يجب أن تؤخذ في جميع أنحاء العالم لغرض التصدي للاحتباس الحراري وتغير المناخ، وباعتبار أنه الأشجار هي الرئة اللي تنظف الغلاف الجوي من ارتفاع درجات الحرارة وأيضا بعض الملوثات اللي موجودة في الغلاف الجوي. نعم. هذا كمبدأ أساسي. جميل. اتفاقية المناخ سواء كانت في طوكيو أو في باريس اللي وقعت عام 2015 أشارت إلى أنه العالم يتجه إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير يعني غير سليم،
وقد تنتج عنها سواء تغير المناخ، حدوث جفاف وأيضا أمطار في غير مواسمها في كثير من بلدان العالم، ولاحظناها ولم نلاحظ لحد الآن هذه العوارض. وبنفس الوقت أنه هذه ارتفاع الحرارة ستسبب الجفاف في كثير من المناطق، وبنفس الوقت ستؤدي إلى يعني ارتفاع الحرارة ستؤدي إلى اشتعال بعض النباتات اليابسة أو حتى الغابات اللي هي تعتبر الرئة مثل ما أشرت في البداية. نعم دكتور. لكن المشكلة الآن لحد الآن أنه لم يلتزم أحد في متطلبات اتفاقية باريس للمناخ، ومع الأسف أنه العديد من البلدان تقطع الأشجار وتدمر الغابات بسبب احتياج الخشب للصناعات المختلفة، وهذا طبعا نوع من يعني وحتى الزحف الحضري على المناطق الزراعية سبب من أسباب التصحر وسبب من أسباب ايضا التغير المناخي، وايضا هبوب العواصف الرمليه او الترابيه، وايضا ارتفاع درجات نعم. الحراره. نعم نرجع لك نعم اذا تسمحي لي تفضل. بس هناك ايضا اشتعال الغابات احيانا تكون مقصوده من قبل بعض الاشخاص، واعتقد في اسبانيا الان البحث عن بعض الاشخاص الذين تسببوا في حدوث حرائق في غابات لا تتأثر في هذه الارتفاع درجات الحرارة. نعم. يعني أيضا في أستراليا حدثت هذه المشكلة. نعم. نرجع لك دكتور هشام، يعني في معظم الدول العربية يعني سجلت درجات حرارة أيضا هي يعني تكون أعلى نسبيا، فهل هذه الدرجات تشكل خطورة على الصحة؟ صحيح، زي ما اتفقنا أن درجة حرارة الجسم الإنسان قد تصل بيتعامل الجسم كأعضاء من ناحية الكلى بالتحديد، ودي من أهم الأعضاء اللي بتتعامل في موضوع القلب، هي طبعا الرئة بطبيعة الحال. يقدر الجسم يتعامل في حدود الـ40، لو زادت الحرارة عن كده بيحصل خلل ميتابوليزمي، خلل في المعادن والأملاح الرئيسية في الجسم، وطبعا فقدان هذه الأملاح للأسف في بعض الأحيان قد يسبب إلى دخول الإنسان في غيبوبة وعدم السيطرة، وقد تسبب في إذا لم يتم إسعافه بسرعة بيتم حالة وفاة للأسف الشديد. فدي طبعا من الحاجات الرئيسية اللي احنا كأطباء دايما بنوجه الانتباه لها، من ناحية كيف يتعامل المرء مع ارتفاع درجات الحرارة، من هو الحرص دايما على الإكثار من شرب المياه الكثير، الحرص على عدم التعرض لدرجات الحرارة المباشرة، ودي ممكن نتكلم فيها بالتفصيل مع بعض على أساس نوضح إزاي احنا نتجنب هذا الكلام. ولكن تبقى مشكلة رئيسية هي الخلل الميتابوليزم اللي بيحصل بالجسم، وللأسف قد يؤدي لبعض المشاكل الكبيرة منها الغيبوبة أو حدوث الوفاة. نعم دكتور، طبعا أكيد يعني الحديث عن الأمر يطول، ولكن نحن نأخذ يعني نقطة بنقطة، فنحن شاكرين لك أيضا تفهمك للأمر. يعني دكتور داود، يعني ذكر الدكتور هشام الآن قبل قليل أن هناك أثر كبير على حياة الإنسان، ولكن نحن نريد الآن من الجهة البيئية نسبة الضرر الفعلية على الإنسان والأحياء بناء على ما يحدث الآن في محيط أوروبا. طبعا حدوث الحرائق أو حدوث الجفاف أو حدوث التغيرات في درجات الحرارة العالمية في الأجواء، يعني مثل ما أشرت في التقرير، طبعا في تقريبا في الثمانينات والتسعينات القرن الماضي كان هناك تأشير على أنه في كل 10 سنوات ترتفع درجة الحرارة نصف درجة، في حين الآن سنوياً ارتفاع درجة الحرارة تقريباً نصف درجة أو أكثر. يعني لاحظوا الفرق أنه تقريباً 10 أضعاف ما كان يحدث سابقاً. هذا واحد. اثنين، أنه الكائنات الحية عندها الموائل المناسبة للعيش، فالإنسان يقدر أن يتكيف أحياناً عند التبريد، أجهزة التبريد والتنقل سواء بالسيارة أو بوسائط النقل الجماعي، أيضا مكيفة بالتبريد ويروح للمغلات أو في البيت أيضا عند التبريد. بس أقول الكائنات الحية الأخرى وبالأخص الحيوانية لا تستطيع ذلك، لذلك نشوف أنه كثير من الكائنات الحية تنفق بسبب هذا الشيء. صحيح. وأيضا تهجر المناطق اللي هي
يعني بنت بيئتها تهجر تحاول أن تلجأ إلى مناطق أخرى، مثل ما بيحدث عند البشر لما يهاجرون كلاجئين إذا إلى دول أخرى. وبس أنه النباتات نفسها لما يصيبها الجفاف يعني معناتها أنه الإنتاجية ما رح تكون ضعيفة. صحيح. وفي نفس الوقت أن الغذاء ما حيتوفر، فالأمن الغذائي محدد. ونفس الشيء إحنا سواء كان بالإنتاج الحيواني أو الإنتاج النباتي، يعني الأمن الغذائي لمستقبل البشرية اللي الآن بيصعد من 7 مليارات إلى حوالي أحد يصل إلى 9 مليارات الآن، يعني أصبح الاحتياج الغذائي احتياج توفير الغذاء غير قابلين على أن تسد رمق الملايين من الجياع أو الذين لا يحصلون على الغذاء. جميل. وهذه طبعا مشكلة كبيرة، يعني يجب أن ينتبه إلى الكون، يعني بالأخص الإنسان اللي هو سبب أساسي في تدمير البيئة. نعم. صحيح. دكتور هشام، يعني كيف نحن نتجنب الإصابة بضربات الشمس، وكيف نتعامل مع إصابة البالغين بضربة الشمس؟ وهل في فرق بين في حال يعني إذا انصاب ضربة الشمس بالنسبة للأطفال؟ طيب، سؤال جميل جدا، وهو ده اللي يمكن إحنا بيهمنا كأطباء التعامل مع الموضوع. بمعنى حضرتك بتتكلم كيف نتجنب الأول. أول حاجة طبعا بطبيعة الحال لازم أعرف عدد الساعات الذروة بنسميها، اللي هي بتكون فيها درجة الحرارة عالية جدا. طبعا احنا اكيد في دول الخليج فاهمين هي تقريبا من الساعة 11 12 تقريبا لغاية ساعتين ثلاثة، دول بتبقى درجات الحرارة عالية جدا خاصة في الأماكن المفتوحة. طيب، يبقى نمرة واحد عدم الخروج للأماكن المفتوحة في أوقات الذروة الخاصة بدرجات الحرارة، دي واحد. نمرة اثنين، طبيعة اللبس بتاعي أنا كإنسان يفضل دائما البعد عن الأشياء الملابس الغامقة، لأن هي بتمتص درجات الحرارة جدا، فيفضل لبس الملابس اللي هي الفاتحة على أساس تعكس أشعة الشمس ودرجة الحرارة. طبعا الإكثار ومن السوائل، يعني دائما لو أنا اضطريت أن أنا أخرج أو مشابه لازم يكون معايا مية تمديني دائما أشرب السوائل قدر الاستطاعة عشان ما حصلش حالة من الجفاف، ودي نقطة منتهى الأهمية. التعامل مع المظلة اللي هي الشمسية، المظلة لازم تكون في حالة لو أنا مضطر أن أخرج، أو كاب أو طاقية برضو تكون من الحاجات المهمة جدا اللي نظارة شمسية للحفاظ على العيون. فدي كل دي أشياء مهمة جدا يحطها الشخص في اعتباره في حالة عشان تجنب الخروج ليه أو التعرض لضربة الشمس في بالنسبة لدرجات الحرارة العالية. طيب، في حالة تعرضه إيه الأعراض؟ أولا الشخص بيبتدي يشعر بشيء من الجفاف، نمرة واحد. نمرة اثنين، بيبتدي يشعر بدوخة لو قدر أن هو يسيطر على نفسه. أوكي، غير كده بعض الأحيان بيكون فقد السيطرة وللأسف بيحصل له الإغماء اللي أنا قلت عليه من البداية. طيب، لو حصل أن هو شعر بكده، أهم حاجة بنسحب الشخص من تحت الشمس مباشرة إلى مكان ظل، دي كده أول خطوة. الخطوة التالية محاولة تبريد الشخص ده، وأهم جزء في التبريد هي الدماغ اللي فيها المخ، اللي اتفقنا أن هو مشكلته حينما يتعرض درجات حرارة عالية جدا قد يحصل مشاكل في، لأن زي ما اتفقنا لو شفتوا حضراتكم المخ نفسه يعني كخلية حاجة طبعا رؤيئة جدا، فلو تعرض درجات حرارة عالية جدا بيحصل ان هو بيحصل له بيخرب بيبوظ. فبوظان المخ هو المسيطر تماما على الجسم وأعضاء الجسم كلها، للأسف بيفقد الجسم الأعراض. طيب، في حالة ان احنا لقينا انسان شبهة انه يتعرض لضربة شمس، بناخده مباشرة على بنعمل الإسعافات الأولية اللي قلت عليها، بندخله للمكان الظل، بنحاول نبرده، نغطي، نكب عليه مية ساعة على قد ما تكون عندنا. بعد كده بنوديه في العيادات الطوارئ. أهم حاجة فيها هو تعويض السوائل المفقودة. يعني دائما بندي مغذيات احنا بنسميها أو محلول ملحي بحاول التعويض التبريد، نحاول نبرد الجسم إلى أن يصل قد يحتاج نوصل إلى 35، بنحاول نقلل درجة الحرارة أقل من النورمال من الطبيعي اللي هي 36 ل 37 أو 37 وشرطتين أو ما شابه، بنحاول كمان نخليها أقل من هذا، بندي المحاليل المغذية في الوريد قدر الإستطاعة بسرعة. طبعا دايما بيبقى الشخص عنده درجة من درجات الصداع الشديد، بنحاول ندي مخفضات الحرارة وندي معاها مسكنات الألام وما شابه. مفيش فرق كتير بالنسبة للأطفال، اللهم
الا ان الطفل يمكن السيطره خوف منه انه يتعرض اسرع من 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 البالغين. نعم. ولكن طريقه التعامل هي متشابهه طبعا في طبيعه اعطاء المحاليل وما شابه. شكرا دكتور، يعطيك العافيه. طيب دكتور داوود حسني، بننتقل الحين من الحديث عن البيئه وايضا اندلاع الحرائق وايضا تاثر البيئه فيها، وبناخذ موضوع اخر حيث ان بعض الخبراء حذروا من تداعيات على الاقتصاد العالمي، فلو نتفضل او تتفضل بالاشاره الى تلك التداعيات وخصوصا على منطقه الشرق الاوسط. بالتاكيد انه اي ضرر يكون في اي بقعه من بقع العالم في هذا المجال سيكون يعني سلبا تاثيرا على باقي انحاء العالم، مثل ما نلاحظ الان مثلا ازمه الحبوب اللي هي ايضا هما كانت تعرضت بعض الحقول للحنطة او الشعير للحرائق، سواء كانت في الشرق الاوسط او في مناطق اخرى من اوروبا او غير مقارنة. يعني بالتاكيد انه اقتصاديا احنا حاصل نحتاج العالم كله، ويحتاج الفقير والغني، وتحتاج صناعات كثيره. فاذا اذا ما توفرت هذه الماده معناتها انه توقفت الصناعات، وايضا تاثرت التغذيه او الامن الغذائي تاثر في كل مناطق العالم. نعم. ونشوف انه بالتاكيد انه اي حرائق تحدث حتلوث الجو في الدخان المتصاعد من هذه الحرائق، والهواء ليس له حدود، تنتشر هذه الدخان او هذه الملوثات تنتشر الى اقرب مناطق لها، ومثل ما تلاحظون مثلا في البرتغال واسبانيا اثرت على المغرب، وهكذا ايضا حرائق المغرب اثرت على مناطق مجاوره لها، وهكذا لانه الماء والهواء ليس لهم حدود ويؤثران على بقيه انحاء العالم اذا حدثت اي مشكله في اي منهما، بالتاكيد ستتاثر هذه الدول. وبالنتيجه نحن مدعوون الى ان نحافظ على الغلاف الجوي نظيف وايضا خالي من مسببات الاحتباس الحراري وايضا التغير المناخي، وبالاخص تقليل اكاسيد الكربون وايضا اكاسيد الكبريت والميثان. الميثان للعلم هو 30 ضعف على تاثيره على الغلاف الجوي من اكاسيد الكربون. يعطيك العافيه. وهذه طبعا طبعا نعم. طبعا لا معك دكتور داود. نعم يعني هذه طبعا مشكله ايضا، يعني احنا نحتاج الى كثير من الاجراءات والتشريعات والتنفيذ هذه التشريعات، يعني بالزام الدول الحفاظ على اكاسيد الكربون والميثان وايضا اكاسيد الكبريت في درجات حسب ما اشرتها اتفاقيه المناخ في باريس. جميل دكتور. طب الان اعود ايضا الى دكتور هشام مره اخرى، بالاضافه يعني نحن نتحدث على الحراره، هناك موجه حرائق تشمل عدد من الدول العربيه ايضا، يعني نحن عندما نتحدث الان عن هذه الحرائق كيف يمكننا التعامل مع اقتراب الدخان في هذه المناطق الماهوله، وهو امر يمكن لا يعيه كثير من الناس ان الدخان هو اول الواصلين وهو اول المؤثرين وهو ممكن ايضا ان يودي بالحياه حتى قبل وصول الحريق الى المنطقه. صحيح، برضو بكرر لحضرتك ده، مشكورا جدا على هذا السؤال المهم، لان احنا طبعا اكيد عندنا مرضى يتعرضون خاصه بالجهاز التنفسي. طبعا الجهاز التنفسي ممكن احنا طبعا ليست كوفيد ببعيد عننا، ان هي قد ايه كانت مشكلتها الرئيسيه هي الجهاز التنفسي وما يستتبعه من مشاكل خاصه بالرئتين وانخفاض مستوى الاكسجين في الدم. دي كانت المشكله الرئيسيه في كوفيد. فطبعا خليني اقف هنا برضو على موضوع الدخان وقد ايه بيأثر، بالذات لو كان مرضى عندهم من فوق من الجيوب الانفيه وما نسميه الابر ريسبيراتوري او الجهاز التنفسي العلوي والجهاز التنفسي السفلي اللي هو الرئتين. مرضى الازمه الربويه، الله يخليك ويسلمك ويسلم المستمعين دايما، ان الازمه الربويه هي القضيه الرئيسيه فيها الدخان، لان بيدخل اللي هو ثاني اكسيد الكربون تفضل بيه الدكتورنا الفاضل على الدخول، هذا الغاز بيسبب ضيق في الشعب الهوائيه، وقد للاسف الشديد قد يسبب الى حاله من حالات الوفيات. فطبعا الدخان يتاثر به اصحاب الجيوب الانفيه، صعوبه في التنفس، ضيق في الشعب الهوائيه،
وبالتالي الى سرعه في ضربات القلب، وقد يتاثر به القلب تماما والنهيك عن الرئتين وضيق في التنفس، وبالتالي انخفاض في مستوى الاكسجين في الدم، وبالتالي قد تحدث الوفاه. فبالتالي احنا هنا دائما بننبه المرضى اللي هم يعانوا من امراض الربويه بالذات، او في حاجه اسمها COPD اختصارا، اللي هي الامراض المزمنه المتعلقه بالجهاز التنفسي. دول اللي احنا بنخاف عليهم وبننصحهم دايما بالتنبه لاذا اي بعد قدر الاستطاعه عن الدخان. وبالتالي لك ان تتخيل احنا بنقوله بس حتى اذا كان الدخان السجاير او مثلا الشيشه او بعض الابخره اللي بتخرج من مواد التنظيف زي الكلور والعطور والبخور وما شابه، فما بالك اذا جات يعني دخان زي كده محمل طبعا بثاني اكسيد الكربون بنسبه عاليه جدا، فقد ايه بيبقى عرضه للوفيات. صحيح. فتجنب التعرض لهذه البتاع من الاشياء الاساسيه المهمه اللي بننبه لها. وطبعا حضراتكم من البرامج التوعويه المهمه جدا مشكورين بها. نعم. ان احنا بننبه سواء مرضى الجهاز التنفسي او ما يتعرض به من درجات الحراره ان احنا نتجنب هذا الكلام. وطبعا الوقايه كما يقال دائما خير من العلاج. اكيد خير من الف. شكرا لك دكتور. دكتور هشام جاد استشاري الامراض الباطنيه، كل الشكر لك على مشاركتك ويانا في مساء الامارات. ونشكر ايضا الدكتور داود حسن كاظم رئيس وحده الدراسات العلميه في المعهد العالمي للتجديد العربي، كل الشكر لكم. شكرا جزيلا وان شاء الله نلتقي على خير دائما. امين يا رب. بارك الله فيكم. طبعا مشاهدين نحن مستمرين وياكم، لكن عقب هذا الفاصل خلكم ويانا. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، مكملين وياكم حلقتنا اليوم من مساء الإمارات ونتابع مواضيعنا. طبعا يزداد اهتمام الكثير من النساء اليوم بجمالهن، مؤمنات بأنهن عصر المظاهر والصورة. هذا التفكير خلق رغبة لدى كثيرات، خاصة الفئة المتزوجة، في عدم الإنجاب تجنبا لتأثير الحمل والرضاعة على الجمال والرشاقة. لكن بالمقابل تفضل أخريات التضحية بالجمال في سبيل الاعتناء بالأبناء وتحمل المسؤولية المتعددة، والتي قد تدفعهن لإهمال الاعتناء بمظهرهن بالمظهر مقاومات كافة الانتقادات التي يتعرضن لهن في المجتمع المحيط بهن. طبعا الحديث أكثر حول هذه الحالة ويانا ضيفتنا عبر تطبيق زوم من فيينا السيدة نانسي سميدة، أخصائي نفسية واجتماعية. أهلا مرحبا فيك دكتورة في مساء الإمارات. أهلا وسهلا بك. يا هلا بك. طبعا دكتورة بالبداية خلينا نوضح الفرق يعني بين مفاهيم الأنوثة والأمومة الصحيحة. هو الحقيقة أنا شايفة أن الأمومة لا تتعارض تماما مع الأنوثة، بس هي الفكرة أن احنا عندنا الأنوثة كتعبير لغوي يعبر عن السمات البيولوجية والنفسية اللي تتمتع بها المرأة، ولكن خلينا برضو نشير إلى أن الأنوثة بتختلف تعريفها من مجتمع لمجتمع، يعني ثقافة لثقافة. الثقافة مثلا عندنا الإسلامية بتشوف أن الأنوثة أن المرأة تكون الخجل وحجابها المهذب الإسلامي، عندنا في الثقافات الأوروبية أن هي ممكن تكون أن هي تخرج ومتحررة. فهي الأنوثة كتعبير بيختلف من مجتمع لمجتمع. جميل. الأمومة زي ما الكلمة بتقول، أنا شايف أن هي جزء من الأنوثة. والأمومة على فكرة قرار خطير، مش كل فتاة تتزوج تبقى بطريقة أوتوماتيكية أم، لأن ليس كل أم تربي فهي تستحق برضو لقب الأمومة. لذلك الأمومة قرار صعب جدا، لازم نتريث قبل ما نبدأ. أكمل يا أستاذة تفضلي. بالفعل، فأصبح زي ما تفضلتي أستاذ عبير أنه عندنا زي يعني هاجس انه الست اول ما تتجوز هتستغنى عن جمالها وانوثتها وتفقد لياقتها البدنيه، ولكن الامومه اصلا وظيفه. يعني الامومه زيها زي انا بستعد ان انا عندي انترفيو في مكان وهقبل فيه او لهقبل. ايضا الامومه الحاجه اللي البنات كتير ما بتفهمهاش ان هي وظيفه، وهي وظيفه فول تايم جوب. ففكرة إن أنا زي برضو لما بروح وظيفة بستغنى عن إن أنا ممكن أقابل صحابي بصفة يومية، صح؟ لما بنشتغل فول تايم بنستغنى عن بعض النشاطات في حياتنا. ففكرة إن أنا أبقى أم
إذا هي تخليني إن أنا أستغنى شوية عن فكرة إن أنا أبقى في كامل لياقتي الجسدية أو في كامل جمالي، فهذا أنا بعمله علشان أنا عندي هدف أسمى. ولكن زي ما قلت الموضوع موضوع لا يتعارض، فكرة إن أنا أبقى أنثى وجميلة وأم في نفس الوقت، كل ده ما يتعارضش مع ده. يعني ما ينفعش إن أنا أضحي بجمالي في سبيل الأمومة، الموضوع موضوع محتاج توازن نفسي فقط لتحقيقه. أكيد طبعا. الآن نحن لو نتحدث أيضا على هناك عوامل أكيد تساعد المرأة على التمسك بأمومتها والحفاظ عليها رغم تحديات هذا العصر، وأيضا أن تحافظ على أنوثتها في نفس الوقت. وأنت مثل ما ذكرتي كثير من النساء يعني تصل إلى مرحلة الأنوثة الجميلة جدا عندما تصبح أم، لأنها تحمل من الملامح وأيضا تحمل من المشاعر ما يقربها إلى تلك المرأة المكتملة. بالفعل أوافقك بالفعل، لأنه الأمومة أنا بشوف إن هي يعني ربنا عطايا للمرأة، دي حاجة ربنا خاص بيها المرأة. لأنه إحنا يعني لو تفتكر البنات زمان أول ما بيلعبوا بالعروسة، وحلم أي بنت إن هي تلبس فستان أبيض، فدي حاجة في فطرة المرأة. لذلك الأنوثة اللي هي النعومة اللي هي الاحتواء اللي هي الصبر اللي هي فكرة إن أنا أكون أعطي الحب أو إن أنا أحتوي قصادي لا تتعارض. ولكن أنت ذكرت نقطة كويسة جدا وهي تحديات العصر، وهي تحديات العصر دي عايزة أقف عندها، لأنه إحنا عندنا فعلا في الفترات الأخيرة تحديات كتير جدا بتمنع البنت إن هي تعيش الأمومة بشكل كامل. أول حاجة من التحديات دي فكرة الـ supporting system اللي احنا عايشين فيه، أو الافتقار إلى الـ supporting system أو الدعم اللي هي بيجي لها. والدعم ده مقسم لجزئين، الدعم الأسري وهي فكرة إن الأم لما أو الست لما بتبتدي إن هي تحمل أو تنجب، ما عندناش الثقافة المجتمعية الكافية لرعاية نفسية الأم، وبالتالي بنحملها فوق طاقتها، ما بنفهمش إن هي ممكن تعدي بفترات يعني بيسميها الـ identity crisis أو فترات إن هي بتبقى عندها مشكلة في الهوية. هي اكتئاب. مرة واحدة كانت هنا. نعم اكتئاب بالفعل اكتئاب ما بعد الولادة. ما عندناش الثقافة الكافية اللي تفهم إنه الست بتبقى محتاج رعاية أكتر وحنان أكتر، فبنلاقي الأسرة ممكن تمارس عليها ضغط شديد، الزوج ممكن يكون مش متفاهم، بنطلب منها إن هي تقوم سريعا علشان تقوم بوظيفتها عادي وبهام الحياة. السبورت المجتمعي أو الدعم المجتمعي أيضا أنا بشوف إن هو في فقر تماما، ما فيش فيه أي فهم، يعني ما فيش فيه سبورت للست. ليه بقى؟ لأنه عندنا فكرة إنه الست تنزل بسرعة للشغل علشان تساعد زوجها أو إن هي يعني تكون يعني تدر دخل البيت، أصبح في مجتمعات كتيرة يعني شيء محتوم أو شيء لابد إن هي تعمله. بعض الشركات أو الأنظمة ما بتديش للمرأة فكرة إن هي تعيش أمومتها بشكل كامل، يتاخد أجازة وضع لمدة سنة أو سنتين زي مثلا المجتمعات الأوروبية، بتدي للمرأة شهرين قبل الوضع وليها أنها تختار سنة أو سنتين، وبيكون جزء من المرتب مدفوع. في الدول العربية في مجتمعاتنا صعب جدا أنت تلاقي السيستم ده، بيخليها بعد 3 شهور على طول ممكن تنزل وتفقد أمومتها، لأن الطفل في المرحلة دي يعني بيحتاج أمه أكتر من أي مرحلة تانية تماما. ايضا عدم وجود يعني الاختيار ان الاب يساعد الزوجه في التربيه، يعني فكره انه يكون في اجازه وضع، ولو اجازه وضع او اجازه رعايه الطفل اذا جاز التعبير للاب، بحيث ان هو ممكن ياخد 3 شهور. دي برضو ده موديل موجود برضو في الدول الاوروبيه، بيخلي الاب يشعر قد ايه الام هي متحمله المسؤوليه، وبالتالي المسؤوليات بتتقسم ما بينهم. التحديات العصر أنا كمان شايفاها اللي بيمنع الست إن هي أو أي بنت إن هي تعيش حلم الأمومة، تأخر سن الزواج وعزوف الشباب عن الإقدام على الزواج. أكيد منتشر فكرة إنه البنت ممكن توصل لسن نص 30 أو 40 وهي لسه لم تجد الشخص المناسب، وذلك لأن الشباب عندهم تأخر شوية فكرة إن هم الإقدام على الجواز، قد يكون بسبب المهور الغالية، قد يكون بسبب الانفتاح اللي احنا عايشينه. فأصبحت الأم أو أصبحت البنت اللي تحلم إن هي تبقى أم عندها شوية يعني عائق في فكرة إن هي بتحلم بعد سن 40 صعب إن أنا بقى أم. فأيضا طلعت زي يعني تقليعة جديدة وهي فكرة تجميد البويضات علشان تقدر إن هي في أي وقت فالتحديات كلها الحقيقة مش سهلة، لأنه
زي ما قلت الأمومة فول تايم جوب، وفي نفس الوقت لو تلاحظوا يعني إذا كان الرجل مهمته الأساسية يعني رعاية الأسرة أو هم يعني يكون مسؤول عن الناحية المادية، فالأم دلوقتي أصبحت مسؤولة عن الاثنين. نعم. أول ما الطفل بيبقى فيه مشكلة أول أصابع الاتهام بتتجه دائما للأم. صحيح. لذلك أستاذة نانسي، لأي درجة توازن شخصية الزوجة في مساهمة تحقيق الاستقرار لأفراد العائلة؟ الحقيقة أن توازن شخصية الزوجة مش عشان أنا جاية على الزوجة، لكن هو فعلا توازن شخصية الأم هو العمود الأساسي اللي على أساسه بتبنى الأسرة. أنا عارفة أن أي أسرة طبعاً مكونة من زوج وزوجة، ولكن زي ما قلت الأم ربنا حباها بعطية بموهبة إن هي الاحتواء والحب، فتوازن الأم أساسي جداً في فكرة إن هي تربي أو تطلع يعني جيل جديد للمجتمع يكون متوازن نفسياً، فده شيء مهم جداً. وطبعاً أكيد زي ما قلت بمساعدة الزوج أو الأب، ولكن الأم هي المسؤولة الأولى. ليه؟ لأن الأب إحنا في مجتمعنا مفروض أنه وظيفته الأساسية لو أثر في المادة هو عليه اللوم، فلأن الأب هو مفروض أنه الزوج هو اللي بيخرج لرعاية البيت أو ماديا، لكن الأم هي اللي بتبقى مسؤولة تمام المسؤولية، طبعا زي ما قلت المشاركة مع الأب، ولكن هي اللي بتبقى موجودة مع الأطفال أو مع أولادها طول النهار. طب أستاذة نانسي سميضة، يعني لو الآن نتجه إلى موضوع الأساسي اللي هو التوازن بين جمال المرأة وأنوثتها وأيضا العناية المنزلية وأيضا محافظتها على نفسها، نبغي نصائح تقدمينها لكل زوجة تساعدها على تعزيز هذه الثقة بنفسها والعناية أيضا بمظهرها وأفراد عائلتها بشكل متوازن. هقول لحضرتك على حاجة، هو مهم جدا جدا لأي ست بتسمعنا دلوقتي إن هي تتقبل فكرة إنها لازم تعيش كل ستيج في حياتها أو كل مرحلة في حياتها to the maximum، يعني إلى أقصى تستمتع بها إلى أقصى درجات. فإذا أنا دلوقتي قررت، وده بيبقى مفروض قرار مشترك مع الزوج، إن إحنا أن أنا هبقى أم، يعني هيجي لنا طفل جديد، فواضح جدا ومفروض يكون مفهوم ان احنا هنستغنى عن بعض حاجات. زي ايه؟ زي فكرة ان انا هرضع، زي فكرة انه مفيش لياقة ان انا هتقل في فترة الحمل، فلازم يكون في تقبل من الاثنين ان انا عايزة اعيش فترة التربية، خلينا نقول سنة او سنة ونص او سنتين فترة الرضاعة، وبعد كده اقدر ان انا استعيد لياقتي البدنية مرة اخرى. فهو اول حاجة اوصي بيها اي حد بيسمعنا التقبل، تقبل ان انا عندي ادوار كتيرة في الحياة، ولو ما عشتش كل دور بكامل الرضاية وباقتناع ان انا حابة ان انا اعيش الدور ده، هيحصل عندي كونفليكت. كونفليكت في ايه؟ كونفليكت وانا دلوقتي ام هو قاعدة مثلا بوكل ابني وهو بيبي عنده 6 شهور، وهفتح الانستجرام هشوف فلانت الفلانية وفلانت الفلانية مع جوزها في المالدايف بيصيفوا بيعملوا مش عارفة ايه، فده هيخلي عندي تضمر داخلي. نعم. هيخلي عندي عدم رضا. نعم. أستاذة نانسي صميدة أخصائي نفسي واجتماعي، كل الشكر لك على المعلومات اللي قدمتيها لنا، شكرا لك. شكرا لك. يعطيك العافية. طبعا أستاذة، يعني إن الآن أيضا عبير نحن الموضوع سنبقى فيه، ولكن من وجهة نظر أخرى، ولمرأة أيضا يعني بذلت واستطاعت أنها تتواجد في المجتمع وتثبت نفسها رغم الضغوطات اللي عندها. زين مشاهدينا، نبقى في هذه المواضيع الخاصة بالنساء، تحديدا ثقة المرأة بنفسها، هذه الثقة اللي تتمتع فيها ورقاء طالب، هي رغم مرضها وصغر سنها إلا أنها لم تقف عن تحقيق الحلم، طورت هواياتها الكثيرة بالشغف مثل الرسم والتصوير وأيضا الأعمال اليدوية وأعمال الطباعة والديكور وغيرها، فاقتحمت ورقاء مشروع قبل عام، والهدف منه كان إلهام الشباب بأن يصنعوا مصدر رزقهم رغم كل الظروف. كان شعارها عظم من زجاج وروح لا تكسر، والسر وراء هذا الشعار هو أنها مصابة فعلا بمرض العظم الزجاجي النادر، ونحن الحين بنتابع قصة ورقاء في هذا التقرير مع مراسلنا في العراق ساقر منذر. مشروعي بدأ من كانت موهبتي الرسم هذاك الوقت قبل سنة ونصف، لكن شفت إنه الإصابات تعيق الرسم، مثلاً فترة الإصابة ما أقدر أرسم، أحس بالملل والفراغ، فقررت إنه تكون إلي موهبة أو شيء أستغله بكل وقت.
مشروع القضاعة والتوفير الأدوات المكتبية اللي أنا أحبها. الأهل هم أشخاص الأقرب للابن، فيعرفون كل نقاط ضعفه. ففي بداية صار الموضوع متخوفين من المشروع أو يقولون إنه ما راح تقدرين تستمرين أو راح تواجهين أشياء صعبة، بس لما أري بديت فيه برأس مال خاص فيه واستمرت فيه شهر شهرين وهكذا، فبعدين نالت تشجيعهم وثقتهم. فأني أحب وأتمنى أنه أوصل بمستقبل زاهر إن شاء الله، وأثبت للعالم أنه إحنا إلنا حق وإلنا وجود في هذه الحياة. طبعا نحن نوجه تحية للطالبة ورقاء طالب، نتمنى لها كل التوفيق والسعادة يا رب. الله يبارك فيها. أكيد, أكيد. طبعا ما شاء الله عليها يعني ما هذا الوضع ولكنها مجاهدة، هذين نزل عنهم مجاهدين، هذين اللي نحن نفتخر فيهم وصدق إن طبعا محبين للحياة شوية شوية اللي نقدمها لهم. نعم. في حلقة مساء الإمارات طبعا مكملين وياكم حلقتنا لليوم مشاهدينا، ونروح لموضوع آخر وهو تغذية الأطفال، حيث تعتمد تغذية الأطفال على نفس مبادئ تغذية البالغين، فيحتاج كل شخص إلى أنواع العناصر الغذائية ذاتها مثل الفيتامين والمعادن والكربوهيدرات والبروتينات والدهون، ولكن يحتاج الأطفال بصفة خاصة إلى كميات مختلفة من أنواع معينة من العناصر الغذائية حسب فئات العمرية. أكيد طبعا عبيل، لذلك يجب على الأهل تجنب الصراع مع أطفالهم واللي عندهم صعوبة في تقبل أنواع من الأطعمة الغذائية، ومساعدتهم أيضا على يعني بالإرضاء وعلى تناول الطعام عبر اتباع نظام غذائي متوازن خاص فيهم هم، ولمعرفة نحن معلومات مفيدة حول هذا الموضوع معنا ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة ميس مروان، أخصائية تغذية علاجية. يا مرحبا فيك أستاذة، طبعا تواجدك معنا شرفنا، والحديث مهم الأطفال طبعا. مساء النور، أهلا إن شاء الله، إن شاء الله نفيدكم اليوم قد ما نقدر في موضوع تغذية الأطفال. شاكرين حضورك طبعا. يعني الموضوع عن الأطفال، لذلك سأترك الحديث بداية عند النساء عند عبير. شو تسألين أول شيء؟ يعني دكتورة الغذاء هو عنصر مهم، فكيف نقدم أساليب تغذية للأطفال، خصوصا أن بعض الأطفال تحسينهم عنيدين في موضوع الأكل، ما يتقبلون المفيد، يفضلون الشوكولات، يفضلون الحلويات، فوقت الأكل يمكن عند الأم هو أصعب وقت لما هي تبغى تأكل ولدها. صح. لا شكرا، السؤال هذا كتير مهم وكتير بتكرر، أنا بشوف من أمهات من ناحية تغذوية لما نحكي عن غذاء متكامل ومتوازن للطفل في 24 ساعة يعني بغطي احتياجاته، يعني احتياجات نموه. فأول نصيحة لازم ناخدها بعين الاعتبار اللي هي ما نقارن بين الأولاد والبنات في نفس العمر، حتى الأولاد عن البنات بيختلفوا في احتياجاتهم، ما نقارن بين أخو وأخو، فهذا كمان بيخلي في تنافس في الأكل وهذا علاقة غير صحية تجاه الأكل. الناس اللي يعني لو بدنا نحكي لجذور المشكلة، ليش في أطفال انتقائيين وأطفال لا؟ لما عملوا دراسات وجدوا إنه الأمهات بحد ذاتهم في الحمل كانوا كمان انتقائيين. صحيح. ما داروا بالهم على التغذية في خلال الحمل. فإحنا بنحكي للأم اللي بتحضر لطفل من التخطيط للحمل، هو عمر الطفل ما ببلش من يوم ميلاده، اللي هي من 1000 يوم. 1000 يوم هدول اللي من خلال فترة الحمل إيش الأم تناولت في الثلاثة ترمينسترز تبعون الحمل. فإذا كانت وجدوا الأمهات اللي
كانوا انتقائيين وكانوا برضو مش مغطين احتياجاتهم، فرصة أولاد يكونوا عندهم انتقائيين في الأكل أكتر. نعم. والإشي الثاني اللي وجدوه كمان بنفس الدراسة أنهم أصلاً عندهم فرصة يتعرضوا لحساسية من أنواع الأكل، يعني ما بتقبلها جسمهم، جسمهم مش مكون الإنزيمات الكافية لهضمها. هذه الحساسية بالنسبة يعني إذا الأم ما كانت تتفضل هالأكل فتصير لهم الحساسية. يجوز في رابط كان موجود في هاي نفس الدراسة. فإحنا إيش بدنا نحاول نعمل إنه نثقف الأم لا قبل ما نوصل للطفل. الطفل كتير صعب انك تعلمه، ليه؟ لانه هو عنده رول موديل اللي هو المثال القدوة امه وابوه. فاهم اشي عشان نوصل مسج للاطفال مش من خلال المحاضرات زي الكبار ولا بروشورات ولا جلسات توعوية، اللي بيكون من خلال خلق نموذج صحي من امهم وابوهم. فام ايش بيكون موجود في البيت؟ ما بنقدر نحكي لطفل متوفر في البيت الشوكولات والشيبس والمشروبات الغازية انه ما تاكلهم. هو الدايت ما ببلش من وقت ما نسكب الوجبة الغذائية قدام الطفل، الدايت ببلش من الوقت لما نعمل الشوبينج. فبنفهمه انه في اشياء يعني ليميتد راح نجيبها بس بحذر شديد، حيعرف انه لها خطر. نعم. لما ناخذها بس حبه حبتين وناخذ كميات كبيره من الخضروات وكميات كبيره من الفواكه، فرح تترسخ عنده فكره انه في اشياء اساسيه وفي اشياء لازم نتجنبها. لازم يعني اوكي هي اكيد ما حدا عنده خلاف شوكليت وتشيبس محببه عند الكل، بس احنا رح نعطيها بس بتقنين هاي الكميات. فما بتكون موجوده في البيت، هاي اول يعني خطوه لازم كامهات وابهات من هذا المنبر يعني استغل الفرصه انه ما تعطوهم اياهم دائما. في ناس بيرتكبوا خطأ كيف حل الواجب في إلك شوكولات، رتب غرفتك في إلك إشي زاكي بتأكل عندهم جزاء يعني. هو يستخدم مثل ما ذكرت هي يعني جزاء هذا يعني التربية خطأ وتغيير مفهوم نظرته للأكل من طبعاً الصغر. فهو طبعاً بيكبر إنه هاي هي مصدر طاقة زي أي إشي تاني. فأنا لما أكون جيعان بأخذ بيبسي كوك، مش بضرورة أخذ إشي صحي يعني. هو بالأخير مصدر طاقة. صحيح. إذن يعني أنت تقصدين أن الطفل لابد أن يعامل أو يفهم ما هو الطعام وما فائدة الطعام، ولذلك من خلال توعيته من خلال الأب والأم طبعا. صح. ما نكون شريهين في أكل الحلويات. صح. والشيبس وهذه الأشياء. صح. وبالتالي هم لأنهم يقتدون بالأب والأم. صح. طب الآن في بعض الحالات بعيدا عن الأطفال الذين لا يريدون أن يأكلوا، ولكن هناك بعض الأطفال في سن مبكرة 2 و3 سنوات يضعون الأكل أو الطعام في فمهم لفترة طويلة جدا، يعني يكاد يجلس 5 دقائق و10 دقائق وهو يمضغ أو مخزن الأكل. وهنا معاناة، حقيقة معاناة كبيرة. ولا أثار سلبية من تأثير على السنان وغيره وغيره. ولا يذهب هذا الموضوع بشكل سهل، يأخذ فترات طويلة جدا، وهناك علاج بالضرب وعلاج بالمنهر وعلاج أيضا بالمجازاة، وأيضا يستمر الطفل في هذا العمل. كيف نواجه هذه الحالة؟ يعني أنا بفضل في مثل هاي الحالات، لأنه سمعت من زمالي ودكاترة الأطفال أنه في بعض الحالات بتكون مرضية، بيكون عنده مشكلة بالفاك أو اللسان المربوط، بيكون فيه الغشاء اللي تحت اللسان بيكون مربوط. فهذا يعني من بكير لازم نسأل الأم يعني هل ممكن يأثر على الرضاعة الطبيعية، ممكن يأثر على مضغ الأكل، فبيكون تطور معه. وطبعا كمان هاي الحالة المرضية يعني اللي سمعت عنها أنها هي بتكون مختلفة درجات. فقبل ما نفوت في الأسلوب العقاب وحلها وهيك، بس ببساطة نشخص الموضوع من ناحية دكتور أطفال. إذا صار الموضوع متكرر بندرس الموضوع من ناحية سلوكيات. لا. هل هو بيعمل هذا التصرف دائما مع كل أنواع الأكل ولا أكل معين؟ لأنه الأطفال بتفكر أنهم بيعملوا هذا التصرف لأنه هو بغلب بالأكل بشكل عام، بس هو أذكى من يعني مرات أذكى من الكبار زي ما بنحكي. فبيكون هو بيعمل هيك علشان أنت بالأخير تختصر وتعطيه شيء يشربه بسهولة أكثر في الشرب. ممكن هو بفضل أشياء سكرية بعدين لقدام، هو عارف أنه رح يأخذها. فممكن يكون الموضوع يعني زي ما يحكي underline لكونديشن تاني يعني مخبى زي ما بنحكي، ويكون عنده مشكلة مغص أو تعبان وهيك، بس الطفل ما بيقدر يعبر. فالأم عليها أنها تراقب أكتر حركة الأمعاء، هل هو بيخرج بصورة طبيعية. الأطفال ما رح يحكوا طبعا هذا الإشي. فلسه بالذات بعمر 2 زي ما تفضلت المراقبة على الأم بيسكلي هي أكتر إشي. إذا بنتكلم الحين على موضوع عمر 2 الحين الياهل لما يكون عمره تقريبا 6 شهور أو الرضيع، نبدأ خلاص معاه نبدأ نعطي أكل مهروس وأكل خفيف شوية. فهني الأم تشوف في صعوبة أن كيف الياهل هذا ما ياس يتقبل أي أكل أي وجبة هي تقدمها له. في نفس الوقت خلاص هي لازم تبدأ في هاي المرحلة معاه أنها تبدأ تعطي أكل صلب شوي. صح.
فكيف نتعامل مع الرضاع؟ هلا أول شيء أصحح معلومة، بال 2016 ما عاد إنه نحكي من 6 شهور، ممكن يكمل الشهر الرابع ويفوت مباشرة بالأكل الصلب. فهي شغلة برضو يعني لازم ننوه عليها. زمان حتى كانت منتجات المأكولات اللي موجودة في السوبر ماركت 6 نعطيهم شهور. التفاح المهروس، الجزر المهروس. هلا الإشي اللي يعني الأمهات بتتضايق حالها ويك إنه ما بيأكل في أول عمر الأربع شهور بعد ما نقيم طبعا هل هو جاهز أو لا. يعني منظمة صحة الأطفال والأغذية حكوا إنه جاهزية الطفل، أخذنا بعين الاعتبار كمان الأطفال اللي بيكونوا بريماتيور، يعني مش مولودين في موعدهم، ممكن قبل بشوية، فبدنا نشوف إيش وضعيته، هل هو جاهز ولا لا. ما بصير مثلا نحكي خلص شارب، خلص أربع شهور، فات في الخامس، يلا لازم نبلش. هل هو بيجلس بدون مساعدة؟ تمام. هل هو بيقدر يوجه نفسه للأكل ويحاول إنه يعطي إشارات إنه هو بده يحط بفمه؟ فهاي هي مؤشرات إنه هو جاهز أو لا. هاي بعدين بنفوت في المرحلة الأولى، إيش بدنا ندخل أكل. الغلط اللي بنعمله إحنا بندخل إشي حالي، ندخل إشي التفاح، موز، مهروس تمر، هاي الأشياء سكرية بطبيعتها، سكر الفركتوز موجود بالفواكه. فالطفل لما تنقليه بعدين على قمح أو خضرة أو هيك، لا ما يتغير الطعم، طبيعي ما يتقبله نهائيا. فالنصيحه الاولى لما نبلش نبلش بالرز اول شيء، لانه اقل شيء طبعا فرصه انه يسوي حساسيه، وبعدين ممكن نبلش بالخضروات، بعدين القمح، وبالتالي بنوصل ل اللي هو ندخل الاكل الصلب بالتدريج بحيث انه يتعرف على كل انواع الاكل. والتنويع التنويع. واهم كمان شغله ثانيه اللي بتزعج الامهات وبفكروا انه ما بياكل، سعة حجم المعدة لازم تكون عارفين انه هي عبارة عن معلقتين. تخيل انت كل اليوم، يعني انا مرات مثلا بحكي للامهات انت ما تغلبي حالك وتعملي كل هاي الفرايتي. لا مش ابدا ما رح يخلص طاسة. يعني سعة المعدة ممكن تتراوح بالاول اشهر معلقتين لثلاثة ماكسيموم، تتنوع، ممكن يكون سيريز مثلا مهروس رز مطبوخ جيدا بدون اضافات ملح، بدون اضافات بهارات، حتى الشوفان وبعدين الشوفان بيجي في بعد يعني 6 شهور وهيك اكثر. فيعني احنا بنتبع ايش اللي هو نبعد الاشياء الهاي الرجيك اللي هو ما تكون فيها عاليه من الـ من الـ الاشياء اللي ممكن تسبب حساسيه. وبندخل الاشياء الامنه اول. ولما ندخل اكل ندخل واحد واحد فقط، علشان يعني انا بدي اعرف في حساسيه تجاه اكل، ما بكون دخلت مجموعه اكلات، وبالتالي انا ما تعرف شو الأكلة بالضبط اللي تحسس منها الطفل. نستنى يوم يومين على نفس الأكلة وبعدين مندخل الثانية وهكذا. وبرضو الكمية كمان مهمة، منراقب كمان لما ندخل أكل جديد إنزيمات المعدة الجديدة رح تتبلش تعرف عليها وتهضمها، فما بصير إنه ندخل كله وراء بعض. ونراقب برضو كمان مرة الجهاز الهضمي كيف بتفاعل مع هذا الانترودكشن الجديد. أستاذة ميس ما شاء الله الموضوع يطول طبعا، ويمكن نحتاج يمكن حلقة كاملة نتحدث فيه. نحن نشكرك على تواجدك وأيضا على النصائح اللي قدمتيها، أكيد كانت مباشرة إلى الأمهات أيضا يستطيعن من خلالها أن يميزنا ما يحصل معهم مع أبنائهم. كل شكر لك إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك دكتورة ميس. مشاهدينا طبعا كل الشكر للأستاذة والدكتورة ميس مروان أخصائية تغذية علاجية، شكرا جزيلا. ونعود بعد الفاصل. مرحبا فيكم الجديد المشاهدين طبعا، والحين بنتكلم عن موضوع تقييم الموظف في الشركة واللي يعمل بها. يعرف هذا الإجراء أيضا باسم المراجعة السنوية أو نظام إدارة الأداء، حيث تقوم إدارة الشركات بتقييم مهارات الموظف وإنجازاته ونموه أيضا أو نقصه في الأداء العام، واللي على أساسه بتتخذ إجراءات كثيرة بحق هذا الموظف، سلبية كانت أو إيجابية. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا عبر تطبيق الزوم الأستاذ عبد الله سعد الشقيران، مدير موارد بشرية. حياك الله أستاذي. الخير استاذ عبد الله، مساكم الله بالخير، واشكرك استاذ عبد الله واستاذ عبير على هذه الاستضافه، وارحب بجميع مشاهدي برنامج مساء الامارات. طبعا نحن سنخضع الان الى تقييم من خلالك اثناء تاديه هذه الوظيفه الان في هذا اللقاء. الله يحفظك، راح اعطيكم التقييم بعد اللقاء. الله يحفظك يا رب. ان شاء الله نتشرف فيك استاذي. طبعا لو بنبدي بنتكلم على نظام اداء اداره الاداء، ما هو تعريفه او ماذا يختص به؟ طبعا هو نظام إداري يساعد على تهيئة بيئة العمل وتمكين الموظفين من تقديم أفضل مستوى أداء
وعلى أساس يستغلوا اللي عندهم من قدرات لتحقيق نتائج عالية الجودة، وكذلك تعتبر بكفاءة وفعالية أكبر. كما أنه يعتبر من نظام، يعتبر من نظام مقارنة ما حققه الموظف وما يرغب بتحقيقه. نعم. وصل المفهوم هذا، مفهوم إدارة الأداء، في أواخر الثمانينات الميلادية، وهي تعتبر ردة فعل على الجوانب السلبية من مفهوم الإدارة بالأداء اللي كان معمول به في هذاك الوقت. ونظام إدارة الأداء يتمحور حول ركيزتين أساسية، اللي هي الجدارات اللي تمثل 30% أيا كان الجدارات، سواء تخصصية أو جدارات سلوكية، وكذلك الأهداف اللي تمثل 70%، ويعتمد على معايير ومقاييس محددة. كما يقول بيتر دراكر، ما لا يقاس لا يمكن إدارته، فلذلك نظام إدارة الأداء هو نظام قياس. نعم. أستاذ عبد الله، إنزين لو بنتكلم عن العناصر الأساسية المشاركة في نظام إدارة الأداء، شو هذه العناصر؟ أولاً الركيزة الأساسية اللي هو الموظف، وهو الطرف اللي يعتبر الأهم في هذا النظام، لأن جميع الأطراف هي اللي تسعى لتحديد أهداف الموظف وتقييمها وتوجيهها، على أساس يكون في تطور مستمر ومستدام للموظف. طبعاً من العامل الثاني أو العنصر الثاني اللي هو المدير المباشر، ويعتبر من العناصر الرئيسية المهمة في هذه العملية، لأنه هو اللي يسقط الأهداف، أهداف المنظمة وأهداف كذلك الإدارة، ويحولها إلى أهداف فردية للموظف، ويراجع كل الأهداف هذه والجدارات، ويعتبر مسؤول عن التقييم والتوجيه المستمر. العنصر الثالث اللي هي المنظمة، اللي تضع النظام هذا ككل، وهي اللي تقطف ثمرة وجود النظام، وهو والثمرة هذه اللي هي التحسين المستمر والتطوير المستدام. إذن يساهم النظام في العديد من الأمور، هل هناك أمور أخرى تحب أن تضيفها في بما يساهم بها نظام إدارة الأداء في هذه المنظمة؟ طبعا يسهم في أمور عديدة للأمانة. في أولها أعتبر أهم يعني إحدى الإسهامات، توضيح رسالة المنظمة وكذلك رؤيتها، استراتيجياتها، كذلك إسقاط اللي هو الأهداف الاستراتيجية وبعيدة المدى لحد ما توصل إلى الموظفين والأفراد، ويحسن كذلك من العمليات الإنتاجية، ويسلط الضوء على أوجه القصور حتى في الأداء في أصغر إدارة في المنظمة، ويعتبر يعني أحد الأدوات الإدارية اللي من خلالها تطور الموظفين وتحدد الاحتياج التدريبي، وتحسن كذلك العلاقة بين المدير والموظف، لأن في من خلال العملية هذه في اتصال ممنهج مستمر طوال السنة بين المدير والموظف. كما أنها تعتبر جاذبة للمواهب، جاذبة للمواهب اللي هي خارج المنظمة. جميل. وتحتفظ بالمواهب الداخلية في المنظمة، ويعني نقول باختصار هو يعني نظام يسعى إلى تحقيق التوازن بين موائمة الأعمال مع التعلم والتطور ومكافأة الأداء. جميل. نعم. طيب أستاذ عبد الله، لو تكلمنا عن مراحل أداء الموظفين. جميل. يبدأ أولاً بتخطيط الأداء، ودائماً المرحلة هذه تكون في بداية السنة، يعتبر تخطيط الأداء تحديد مسؤوليات وكذلك مهام الموظف اللي تسقط من الخطط التشغيلية والاستراتيجية في المنظمة، وكذلك تسقط من إطار الكفاءات والجدارات، سواء كانت زي ما ذكرنا كفاءات وجدارات سلوكية أو تخصصية. طبعاً المرحلة هذه تكون في أول السنة، ويتم الاتفاق فيما بين المدير المباشر وكذلك الموظف، وتدون وتوضع في وثيقة الأداء السنوي. أثناء السنة في مرحلة هي مرحلة المراجعة المرحلية نسميها، اللي يتم رصد تطورات الموظف، لأن التطورات تكون خلال السنة وكذلك إنجازاته ضمن الأهداف المخطط لها، وعلى أساس نلاحظ نقاط القوة لدى الموظف على أساس نعززها، وكذلك نقاط الضعف ونعالجها ونوجهها ونصحح مسار العمل لدى الموظف. في نهاية المطاف اللي هي يكون في عملية التقييم النهائي للأداء السنوي، وهي المرحلة الأخيرة من مراحل إدارة الأداء،
وطبعا تستند على المعايير والأهداف والجدارات اللي تم الاتفاق عليها. جميل أستاذ عبد الله. الآن إذا عندما ذكرت مرحلة التقييم، ماذا يحدث بعد التقييم؟ الموظفين الذين يأتون بأداء سيء جدا، يعني ماذا يتم، كيف يتم التعامل معهم؟ طيب، كل منظمة لديها يعني إجراءات محددة حول نتائج التقييم، وتكون مكتوبة وفيها حوكمة على أساس أنه بعد ما ننتهي من عملية اللي هو التقييم يعطى الموظف ذو الأداء السيء أو ما نقول السيء الضعيف فرص متتالية. ليس كما يدور في ذهن البعض أنه يفصل الموظف، لا، يتم إعطاء فرص متتالية وأدوات للتطور على أساس تمكنه من التركيز على طبعاً الجدارات اللي فيها نقص، وكذلك الأهداف اللي كان فيها قصور من أجل تطويره، ويتم مراجعته بشكل دوري من قبل المدير المباشر والإدارة المعنية في الموارد البشرية حتى يتم من تحسين أدائه. جميل. أستاذ عبد الله، يعني حدثنا عن ارتباط إدارة الأداء سواء بالترقيات والمكافآت والتدريب أيضا. طيب، هي تعتبر في علاقة وثيقة فيما بين الإدارات هذه وكذلك إدارة أو نظام إدارة الأداء، لأنه المنظمات تربط نتائج الأداء السنوي بسياسات الترقيات والعلاوات وكذلك المكافآت السنوية بناء على نتائجهم بعد مراجعتها من قبل الإدارة المعنية وكذلك المدراء وحتى من قبل الموظف نفسه يوافق عليها، ثم تتم الترقيات والعلاوات بناء عليها. كما أن تربط اللي هو خطط التدريب والتطوير بما يتناسب مع النطاقات اللي تحتاج إلى التطوير. كل فرد من الأفراد لما يتم تقييمه يتم تحديد أوجه القصور أو نقول اللي هو الفجوات اللي تحتاج إلى تحديد ثم تطوير، ويساعد هذا النظام نظام إدارة الأداء التحليل اللي هو وتحديد الاحتياج التدريبي بشكل فردي، ويتم سد هذه الفجوات من خلال الأدوات سواء كان التدريب أو حتى التدريب على رأس العمل وغيرها من الأدوات التطويرية. يعطيك العافية أستاذ عبد الله، يعني ما قصرت في هذه المادة، شكرا جزيلا لك. يعطيكم العافية وشرفتوني. الله يحفظك يا رب. شكرا لك. مشاهدينا كل الشكر للأستاذ عبد الله سعد الشقيران مدير موارد البشرية. فاصل ونعود إليكم. مشاهدينا نكمل حلقتنا لليوم ونتحدث عن موضوع له علاقة بالتكنولوجيا. تمتلك دولة الإمارات اليوم واحدة من أفضل شبكات الاتصالات على مستوى العالم، انطلاقا من دعم وجهود حكومة الإمارات في ترسيخ ريادة الدولة في قطاع الاتصالات وأيضا تمكين الناس من التواصل على نحو سلس وموثوق، أيضا دعم مجتمعات الأعمال وتمكينها من النمو والازدهار. تعد شبكة الجيل الخامس هي من أحدث التقنيات التي يتحدث عنها الناس في وقتنا الحالي والتي تتميز بها دولة الإمارات، لكن الكثير منا لا يعرف ما هي مميزات تلك الشبكة وأسئلة كثيرة تدور حولها وأيضا عنها. نتحدث أكثر عن شبكة الـ 5G ونرحب بضيفنا اليوم الأستاذ علاء دلغان متخصص في استراتيجيات التحول الرقمي والمدن الذكية. حياك الله أستاذ. مساء الخير أستاذ علاء. مساء النور ومساء الإمارات. الله يحفظك يا رب إن شاء الله. يعني بداية، شو هي شبكة الـ 5G؟ عبير، الـ 5G هي المرحلة الأخيرة والأحدث من سيرة طويلة لمرحلة تطور الشبكات الاتصالات الخلوية عبر 40 سنة. نعم. ببداية الثمانينات ظهرت الـ 1G أو الجيل الأول اللي هي كانت تستخدم موجات الراديو العادية أو الأنالوج للاتصال اللاسلكي. جميل. وما كان فيها إلا فقط الاتصال الصوتي. بالتسعينات تم رقمنة هالتكنولوجيا، يعني انعملت ديجيتال بدل انالوج. نعم. فسميت بالجي اس ام، وهيدي كانت الجيل الثاني او 2G. وهيدي اعطتنا طبعا تكنولوجيا ارخص، صاروا الكل يقدروا يستعملوها مش بس الاثرياء مثل ال 1G. نعم. واعطتنا خاصيه الاتصال مع الاس ام اس، الرسائل النصيه القصيره. جميل. بال 2001 بس هون كنا بعدنا عم نحكي بالكيلو بت بالثانيه. صحيح. يعني. وكانت الانترنت بعدها ما بلشت، يعني باواخر الجيل الثاني. صح. صار في عندنا شويه انترنت بدائيه كان اسمها واب. نعم. بال 2001 2002 ظهر الجيل الثالث.
هون أعطانا الإنترنت على الهاتف الذكي. نعم. صار ممكن تصفح الإنترنت من دون وسائط ثقيلة مثل الفيديو، مجرد محادثة مثل بلاك بيري أو وسائط صورية وغيرها. بداية كانت مع بلاك بيري. صرنا نحكي عن 3 إلى 5 ميجابت بالثانية. بال 2008 ظهر الجيل الرابع أو 4G أو LTE، وهون أعطانا السرعات الكبيرة اللي نتمتع فيها حالياً. صحيح. وسمحنا نحضر نتفليكس ويوتيوب وستريمينج، ونعمل تعلم عن بعد باستخدام التيمز، وعمل عن بعد باستخدام الزوم. بال 2018 كانت بداية الجيل الخامس أو 5G اللي عطى سرعة 10 أضعاف لمئة ضعف أكثر، واستجابة أقل بمئة مرة من 4G، ورح نحكي عن تطبيقات. نعم. أكيد طبعاً، إحنا يعني يوم نتكلم عن التكنولوجيا دائماً هناك انزعاج لدى الكثير من الناس من وجود هذه الراديو ويفز وغيرها اللي تتحرك في أثناء المنزل ونحن نتعامل فيها، بالتأثير خصوصاً على الأطفال وأيضاً الحالة العامة والمزاج وغيرها وغيرها، وارتبطت أيضاً وتعلق العقل فيها. فإذا ما أتينا الآن إلى جيل مختلف عنده قدرات عالية جداً من التنقل، هل ممكن أن نقول أن هذا الجيل الخامس بشبكاته ممكن أن يؤثر على الصحة العامة للإنسان؟ إيه، سؤال رائع عبد الله. في بعض المخاطر الصحية منطقية ويجب التنبه لها، وفي بعض المخاطر الصحية مجرد إشاعات ونظريات مؤامرة ولا أساس لها من الصحة. جميل. مثلا لما نحكي عن، سمعنا كثير بخلال فترة الكوفيد أنه الـ 5G بيعمل كوفيد 19 أو بيسبب كوفيد 19، هذه إحدى الإشاعات لا أساس لها في العلم، يعني بيكون حامل للمرض للفيروس يعني. صحيح. مثلاً أكيد. بينما من ناحية أخرى في بعض المشاكل اللي ممكن الموجات أو الترددات تسببها. نعم. وفي دراسات بتقول مثلاً أنه كثرة استعمال الخلياوي لعدد ساعات خلال النهار قريب من الأذن أو قريب من الرأس ممكن يزيد بإحماء الأنسجة. نعم. أو تيشو هيتينج. نعم. وهذا الشيء ممكن يأثر على البرين أو الدماغ لفترات قليلة ومحدودة. نعم. الدراسات بعدها عم تجرب بهذا المجال تعرف الجواب النهائي، ولحد هلا ما في اذا بدك بين الحقيقه والشك، بين الحقيقه والشك ما في اجابه لحد الحين. انزين، لو بنتكلم عن مزايا شبكه 5G مقارنه بال 4G. ممتاز. نحن مثل ما حكينا انه 5G بالنسبه لسرعه تحميل البيانات بتعمل 10 ل 100 ضعف، يعني كنا بال 100 ميجا بت بالثانيه بال 4G، هلا عم نحكي 1000 ل 10000 ميجا بت بالثانيه. والميزه الاخرى او الثانيه لل 5G عن ال 4G هي سرعه الاستجابه. كانت سرعه الاستجابه بال 4G حوالي جزئين من 10 من الثانيه، وهلا صارت جزء من 1000 من الثانيه. لنعطي تطبيقات عمليه على السرعه وعلى سرعه الاستجابه. بالنسبه لسرعه تحميل البيانات، صار فينا هلا مثلا الكاميرات المراقبه اللي موصوله عبر راوترات الوايرلس او 5G، صار فيك تحط 8 و10 و12 كاميرا عبر راوتر 5G. راوتر واحد. نعم. البث المباشر للامور التلفزيونيه، الفعاليات الرياضيه، المباريات، تخيل المصور حامل معه الكاميرا وبدون اي كابل. نعم. قادر 5G يبث بجودة عالية جدا من الملعب أو من الكونسرت الموسيقي للاستوديو. نعم. الواقع الافتراضي والواقع المعزز الـ VR والـ AR. صحيح. هذه 3 أمثلة على السرعات العالية. بنعطي 3 أمثلة على الاستجابة السريعة. هي الاستجابة السريعة أكثر شيء راح يقدروها اللي بيمارسوا الألعاب الإلكترونية أو الجيمرز. بيلاحظوا أيام إذا كانوا عم يلعبوا جيم عبر الإنترنت وكبس كبسة ما بيستجيب اللاعب اللي على الشاشة بنفس السرعة. صحيح. ليش؟ لأنه جزئين من 10 من الثاني. هلأ مع الـ 5G صار جزء من 1000، يعني صارت. نعم. الاستجابة أكثر من ردة فعل فعلية صار سريعة. صحيح. جدا. جميل. وبعض التطبيقات مثلها تحريك الشاحنات عن بعد للمسافات الطويلة. وفي تطبيق بعد ما بلشنا نشوفه، رح نبلش نشوفه من 2025 وبالرايح، هي إجراء العمليات الجراحية عن بعد. لأن إذا عندك مثلا حكيم جراح مختص بموضوع معين من دولة تانية عم يعمل عملية هون، أو من هون عم يعمل عملية بدولة تانية، بدك دقة وسرعة استجابة عبر الشبكة. عالية جدا. عالية جدا. طب الآن أنت تتكلم عن تكنولوجيا، يمكن هل برأيك أنها تسبق الواقع اللي نحن نعيش فيه، أو أن البنية التحتية للدول عامة سواء كانت دول متطورة أو في عالمنا العربي واقع طبعا في الشرق الأوسط، وخصوصا نحن نتميز بالإمارات أن نحن متقدمين. صح. هل البنية التحتية
جاهزة لأن يستخدم مثل هذه التكنولوجيا بشكل عالي؟ ممتاز. بالإمارات نحن جدا محظوظين إنه استراتيجية الحكومة مرتكزة على التحول الرقمي ومرتكزة على التقنيات الجديدة، فعطول بتشوف الإمارات سباقة إن كان بأمور الجيل الخامس، إن كان بأمور إنترنت الأشياء، إن كان بأمور الميتافيرس، إن كان بأمور الذكاء الاصطناعي. نحن عنا بالإمارات واحدة من أسرع شبكات الوايرد أو الفيكست أو الثابت، اتصال ثابت بالعالم. صحيح. وأحدث كمان اتصالات الجيل الخامس بالعالم. بس يمكن بالإمارات تفكر إنه أوكي وضع خاص، ماذا عن بقية دول العالم؟ حاليا في أكثر من 120 ل 130 مشغل اتصال بالعالم شغل تقنية الجيل الخامس بأكثر من 140-150 دولة. نعم. فجميع الدول المتطورة وحتى الأقل تطوراً بشوي وصل للجيل الخامس حاليا. نعم. أستاذ علاء، نحن خلنا نتكلم عن موضوع شكوى بعض الناس أن الإنترنت يكون في المنزل بطيء، فشو الأخطاء اللي هو يسويها يخلي أن الإنترنت هو يكون بطيء مع أنه الاتصالات عادي معطينك انه مثلا سرعة الانترنت سريع وكل شيء؟ صحيح. اوكي، بس بعد تلاحظ انه هو بطيء. صحيح. هيدي خاصه يعني اذا ما لها علاقه طبعا بالجيل الخامس، ممكن كمان تلاحظيها بالجيل الرابع واي اتصال انترنت. هي ممكن يكون لها عده مشاكل. احدى المشاكل مثلا هي انه يكون تغطيه الواي فاي غير كافي. مثلا عندك راوتر واي فاي بهيدي الغرفه والبيت كبير مثلا 400 متر 500 متر مربع، مش واصله الراوتر الواي فاي للغرف الأخرى. لا. ممكن هون تنحل عبر أنتنات أو هوائيات زيادة أو عبر اثنين راوتر. يعني مقوي لازم يكون في اثنين راوتر أو مقوي إرسال. هيدي إحدى المشاكل اللي بنشوفها كتير. مشكلة أخرى ممكن تكون الفيروسات أو المالوير على جهاز الاستخدام، على اللابتوب أو على التليفون. فهون بده ينتبه المستخدم يكون منزل أحدث أنتي فيروس وأحدث حماية. وممكن طبعا يكون المشكلة من الجهاز نفسه أو من المشغل نفسه، وبهالحالة ما في حل إلا تتصلوا بشركة الاتصالات لحتى تجي تغير لكم. أكيد. طبعا إلى أي مدى تعتقد أن يؤثر الآن الجيل الخامس على الـ IoT اللي هي الانترنت اوف ثينجز أو الانترنت الأشياء، ومدى علاقتها في الولوج أو أيضا استخدامها بشكل موسع للاستفادة في العالم الذكي؟ جميل، جميل جدا. إنترنت الأشياء عندها مكانة خاصة بتقنيات الجيل الخامس. جميل. لأنه إذا بتطلع على استخدامات الجيل الرابع أو الفور جي للأفراد هي مكفية وموفية. صحيح. يعني الجيل الخامس ما رح يكون له تأثير جذري على استخدامنا نحن كأفراد. إنه هلأ فينا نحضر مثلا كل أفلام النتفليكس وكل أفلام الفيديوهات اليوتيوب بدون أي تقطيش بسرعة ممتازة بدون بفرك. صح. الفايف جي ما رح يزيد من إذا بدك الإكسبيرينس للأفراد. ممكن إذا تحميل فيديو كبير كان ياخذ بالفور جي 5 دقائق صار ياخذ 5 ثواني. وانما التطبيقات الاساسيه هي التطبيقات الصناعيه وتحديدا تطبيقات انترنت الاشياء. يعني مثلا فينا ناخذ مثل الدرونز المسيرات، بفضل تقنيه الفايف جي صرت سرعه الاستجابه للتحكم فيهم اعلى، وبث الفيديو منهم لقلنا صار بجودة أعلى. واستخدام أيضاً التقنية اللي هي النظارات اللي هي الرؤية الهاي والإف بي في أكثر شيء، والسرعة عالية جداً. إيه الفيرتشوال رياليتي. يعني الواقع الافتراضي والأوغمنتد رياليتي أو الواقع المعزز. هيدي تندمج تحت إنترنت الأشياء. بيرجع عندك السيارات الذاتية القيادة. نحن بالإمارات مبارح أعلنوا أنه في سيارتين ذاتيات القيادة راح تبلش تعمل مساحة لكل الطرقات بدبي لتجهيز الطرقات للسيارات ذاتية القيادة. نرجع نحكي عن بالمصانع والروبوتات وكلها بتندرج تحت إنترنت الأشياء. في النهاية أستاذ علاء، نصايحك للناس اللي استعمالهم للإنترنت سواء كان في المنزل ومع الجيل الخامس، نقول 5G بشكل خاص. ما في نصيحة محددة للفايف جي، وإنما نصيحة غير تقنية إذا بدك للإنترنت. ما تقضوا كثير على الإنترنت، ما تقضوا كثير على التليفون، قضوا وقت أكثر مع العائلة، قضوا وقت أكثر مع الأصحاب. نصيحة غير تقنية بالمرة. نعم. فيها. أكيد. شكرا لك. أكيد نحن نشكر طبعاً، ونأكد أن هذا العالم الذي نسير فيه بحاجة إلى أن نحن نقف معه وليس نقف ضده، وإنما ندعمه ونحاول أن ننمي من مهاراتنا وإمكانياتنا
حتى نواكب التوجهات العالمية وأيضا ننهض في دولة الإمارات. كل شكر على تواجدكم اليوم. شكرا لكم. شكرا لك. حياكم الله. الله يسعدك. مشاهدينا كل الشكر طبعا للأستاذ علاء دلغان متخصص في استراتيجيات التحول الرقمي والمدن الذكية كان معنا في هذه الفقرة. نحن وصلنا للختام، نشوفكم باكر في أمان الرحمن. نشوفكم على خير باكر إن شاء الله. فداعت الله.